غلط فيه كلشي تقول لي علاش باغي نجيو اخويا ولا تبقاو مع المشكل هذا شو اخويا لا حول ولا قوه وعيب والله الا حرام كان مزوق من برا شخبارك من الداخل راه تحت رعايه سيدنا الله ينصره ولكن هاد الناس كيجيبوا فنانه باموال طائله والماء الماء ديال الشريبه عباد الله ما كاينش هنايا وعيب والله الا حرام واش اخويا كاين الماء خاصك تضرب لي واش كاين الماء معايا انا سويت واش كاين الماء لا بلا لا ما راحش حنا ندير ليه جيره شنو هو هذا؟ ما نيجي وديري في هذا الشيء كنقولوا كاين موسم منظم ولكن نقولك انا مزوق من برا شخبارك من الداخل عده خياله كيشتكيو من الماء الصالح شرب شوف دابا داري عبد الله قداش ما عندهمش مرحاض وحده ما فيش الماء ما فيش الماء ما فيش المسجد الادم اللي عنده تاريخ تدخل ليه حاله يرتلها في ظل هذا الرئيس الفاشل اذا المداخل ديال جماعه مولى عبد الله ما نصيب ضريح مولى عبد الله من هذه المداخل لان الموسم ينظم باسم جد العمغاريين مولى عبد الله ونطلق الفاشل واقولها لانه جاء بواحد الطريقه تسير ديالو تسير انفرادي وتسير عشوائي وخير دليل ان ضريح مولى عبد الله في 2019-2015 دارت واحد الدراسه ديال بيروديتيد والمجلس وفر واحد 2 مليار من اجل توسيعه ضريح مولى عبد الله من العيب والعار ان حسب ما يشاع بالشارع العمغاري ان الرئيس شد هذيك 2 مليار ديال توسيعه ضريح مولى عبد الله وداها لسوق الجمله اليوم كنجيو كنشوفوا الضريح ديال مولى عبد الله بدون ماء بدون مراحيض الصومعة حالة كارثية الأضرحة كارثية هالطريق اللي كنشوفه الآن اللي احنا واقفين فيها من أيام القيد السي عبد الله من 1997 لم يتم إعادة النظر فيها هنا كنجيو كنلقاو بأن هذا المجلس الفاشل اللي كيدير واحد الندوة صحفية هو مدير الشركة المنظمة لموسم مولى عبد الله واللي كيطعن في التراث الأمازيغي هنا إن دل فإنما يدل على أنهم جهلاء أو أميين أو لا يعرفون أن التراث أو لا يعرفون أن التراث الأمازيغي كان كيلعبوا على الدور في جماعة مولى عبد الله كان التراث الأمازيغي في عيد العرش ديال صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمة الله عليه كانوا كيجيو واحد الأسبوع كيديروا السهرات ديالهم هنا بهذيك التراث ديالهم وكانوا كيجيو في موسم مولى عبد الله ولكن من جهة المجلس أقبر التراث الأمازيغي رجعوا الموضوع ديالنا فروسية وتحية الميديا لايف من موسم مولاي عبد الله بن مغار اللي تحت رعاية السامية لسيدنا الله ينصره احنا اليوم احنا كمواطنين دكاليين وحنا ولاد البلاد وكنعرفوا بان اقليم الشيدا كان غادي في هاوية ولكن اليوم عطانا الله عامل اقليم جديدة اللي غنقد ما يمكن انقاذه في اقليم الشيدا اليوم حنا من امام الضريح ديال مولاي عبد الله بني مغار جينا درنا واحد لايف على صفحه سعد المصطيلي بان هاد الضريح جاتو 2 مليار على حسب الساكنه 2 مليار ديال التوسيع ديال الضريح ولكن المجلس ديال حسن يشكر بان كان دار واحد 2 مليار ديال الضريح ديال التوسيعه وجا حاجب الملكي وقدموا ليه هذا المشروع ووافق عليه وقدموه للعامل السابق ووافق عليه ولكن تم اقباره من هذا المجلس الجامعي الحالي اللي كاين دركا مولاي عبد الله بن مغار حنا كمواطنين دوكاليين كنستنكروا
كنستنكروا هذا الشيء اللي كيوقع لينا في مولاي عبد الله بني مغار. مولاي عبد الله بني مغار من اغنى الجامعات في المغرب. مولاي عبد الله بني مغار